النهارده وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بيعلن رسميا استقالته لتجنب الحاق الضرر باللبنانيين في الشان او في الشان السياسي وعلاقته بالدول. وكمان بيقول انه اعفائه ياتي في محاوله لتخفيف الاوضاع على لبنان. هيكون معانا دلوقتي الاستاذ محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني. اهلا بحضرتك معانا يا فندم، منورنا. اهلا بحضرتك. يعني هتوقف اولا امام استقاله وزير الاعلام جورج قرداحي الذي كان يرفض الاستقاله في الفتره الماضيه بحكم استقلاليه القرار اللبناني. كيف تتوقع ان تؤثر تلك الاستقاله على العلاقات اللبنانيه الخليجيه في الفتره دي؟ هل يمكن ان تمثل مثلا يعني زي ما بيقولوا حلحله او تحسن في الاوضاع، ولا الموضوع اعقد من ذلك؟ يعني هو وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كان قد عزم على الاستقالة منذ بداية الأزمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ومعها طبعا دول مجلس التعاون الخليجي. الدليل على ذلك يعني أنه حينما زار البطريرك بشارة الراعي بطريرك الموارنة في لبنان منذ شهر تقريبا، كان كتاب الاستقالة في جيبه. الأمر الثاني أن كتاب الاستقالة هذا نفسه الذي قدمه اليوم لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان مؤرخا بتاريخ 3 نوفمبر، أي قبل شهر. هذا يعني أنه كان هناك نية وعزم على تقديم هذه الاستقالة، لكن كانت هناك تدخلات سياسية حصلت معه جعلته يتراجع ويربط الاستقالة بضمانات حول عودة العلاقات الطبيعية بين لبنان والخليج. الآن يبدو أن ثمت إيجابيات في هذا الصدد أعطيت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فأبلغها إلى الرئيس ميقاتي الذي أبلغها بدوره إلى قرداحي قبل 3 أيام. هذا يعني أن ماكرون سيحمل ورقة استقالة قرداحي خلال زيارته الحالية إلى السعودية ليفتح بواسطتها قوة في جدار الأزمة مع لبنان تسمح لاحقا بحصول حوار بين الدولتين. تفيد المعلومات أن الرياض طرحت 3 نقاط، وهي أولا أن تحسم السلطة اللبنانية قضية عروبة لبنان وانتماء لبنان العربي وتؤكد ذلك عمليا. ثانيا ألا يكون لبنان ممقرا أو ممرا لتهريب المخدرات إلى الرياض ودول الخليج. ثالثا أن لا يكون لبنان منبرا للتهجم على السلطات في السعودية ودول الخليج، وذلك انسجاما مع دستوره الذي يمنع حصول مثل هذه الأمور. هنا يحضرني في هذا المجال أن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام بكي عندما زار لبنان قبل حوالي الشهر ودعا خلال لقاءاته في بيروت إلى مثل هذه المواقف لتنطلق الجامعة في مساعيها لحل الخلاف الناشئ، وجه حينها بموقف متصلب من حزب الله وحلفائه عبر عنه حسن نصر الله حين قال أنه يرفض استقالة أو إقالة قرداحي من الحكومة. فكسره المراقبون بأنه توظيف للأزمة في مشروع فصل لبنان عن محيطه العربي. طب موقع هذه الاستقالة بقى على التيار حزب الله والتيار الآخر، إيه وقع الاستقالة عليهم اليوم؟ إيه أبرز يعني الآن متوقع الآن بعد تقديم هذه الاستقالة أن استقالة قرداحي سوف تنفس الاحتقان في الأزمة اللبنانية الخليجية، وستفتح باب للحوار في نفس الوقت الذي يتبين فيه حصول تراجع في أجندة حزب الله السياسية داخل لبنان. تراجع جديد يضاف إلى سلسلة التراجعات خلال الفترة الماضية. هذه الأجندة السياسية لحزب الله طبعا تتوافق مع المشروع الإيراني للمنطقة. الأمر الآخر هو أنها قطعت الطريق على إمكانية الاستفراد الإقليمي إيراني أو تركي بالوضع اللبناني مجردا من غطائه العربي لتعيد وصل من قطع، وهذا الأمر يلقى شبه إجماع بين اللبنانيين وكذلك عربيا ودوليا. مفهوم. هذا ما هو متوقع في الفترة المقبلة. مفهوم. يعني نتوقع ان شاء الله انه يحدث حلحلة على الاقل في الموقف اللبناني الخليجي، وعودة مرة اخرى حتى الرعاية الخليجيين الى لبنان العزيز والشقيق اللي بنتمنى له الخروج من هذه الازمة باسرع وقت ممكن. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد سعيد الرز، المحلل السياسي اللبناني، تعقيبا على استقالة وزير الاعلام اللبناني جورج قرداح.